بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، أحييكم ورحب بحضراتكم في هذا الصباح المميز، صباح يوم الأحد 30 ديسمبر 2018، اليوم الذي يوافق لي 23 من ربيع الآخر عام 1440 للهجرة، ضمن هذا السباق السنوي الكبير وهذا المهرجان المميز، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، حيث ننطلق اليوم مع سن الثنايا لهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة في لقاء أخوي كبير يجمع بين هذه الشعارات العملاقة في صباح هذا اليوم من 8 كيلومترات. تابعنا شوطنا الأول الرئيسي وكان حاضرا شعار هجن الشحانية مع الغشامية منتزعا ومحققا وفائزا بأول الأشواط الصباحية الرئيسية في هذا اليوم مع المضمر سالم بن فاران المري. نهني هذه المؤسسة العملاقة على انتزاع أول نقطة صباحية مع هذا الشعار الأدعم الكبير. انطلقنا على بركة الله مع هذا الشوط الأول الرئيسي الخاص بالقعدان، شوط خاص بالثنيان القعدان وتويوتا ستيشن جي اكس كهدية قدمت لصاحب المركز الأول. نبدأ مع المركز الأول، متعرفين على من يحتل المركز الأول وصدارة ومقدمة الشوط عديل لهجن الشحانية مع المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثاني أيضا دامس لهجن الشحانية مع محمد بن خالد بن عبد الله العطية ومسموح معه أيضا كمضمر لهذه الثلاثة المراكز الأولى التي تنطلق في مقدمة الشوط. المركز الرابع، ننتقل إلى المركز الرابع لنجد لافي بشعار هجن الغرافة المنطلق على المركز الرابع، هذا الشعار الكبير التابع لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، أحد الشعارات العملاقة مع لافي سالم بن عامر المدهوشي في المتابعة. ننتقل إلى المركز الخامس، مع نفوض على المركز الخامس لهجن الشحانية والمضمر جابر بن سالم بن فاران المري. هذا النداء الأول يا أخواني، أول نداء لخمسة أسماء منطلقة في هذا المسار، أول الأشواط الصباحية الخاصة بهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة المنطلقة والمندفعة مع هذا الصباح. نقلا حيا مباشر طبعا عبر شاشة قناة الريان الفضائية وقنوات الدوري والكاس التي تتابع هذا الحدث المهم في هذه الأيام المباركة من هنا من أرض ميدان التحدي بمنطقة الشحانية. نتابع انطلاقة هذه الأسماء الباحثة عن تحقيق الناموس ونترقب موعد الذهب إن شاء الله في الفترة المسائية في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر هذا اليوم. أشواطنا الرئيسية الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة، الهجن القوية، الهجن التي ستمتع كل من ينتظر هذه الانطلاقة الذهبية إن شاء الله، بنطلق عليها طبعا الانطلاقة الذهبية في هذا المساء. متمنين للجميع وكل هذه الشعارات التوفيق إن شاء الله والناموس. إلى المركز الأول نعود إلى شعار هجن الشحانية مع المركز الأول عديل هجن الشحانية والمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية، أحد يخطر المضمرين طبعا، قدم الأسماء الكثيرة العملاقة في هذا العالم الساحر، قدم هجن قوية قدمت في أشواط رموز الذهب دائما هذا المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. ياما وياما قدم الأسماء العملاقة والكبيرة، على سبيل المثال وذنان، وذنان أحد الأسماء القوية التي قدمها وكان لحضوره حضورا ذهبيا إنجازا لن ينسى في كأس الخليج تقريبا عام 2013 في البطولة التي أقيمت هنا في ميدان التحدي، بطولة الخليج التي أقيمت في عام 2013، وكنت معلقا على وذنان حينما انتزع الكأس الذهبية مهديا عشاق هجن الشحانية ذلك الناموس الذي لا ينسى. قدم الأسماء راعية السيوف
قدم أشواط رئيسية هذا المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية في رحلة رئيسية موفقة مع هذا الشعار الأدعم الكبير. المركز الثاني مفوض على الناب المركز الخامس قبل اللحظة، يعني خطير يا أبو خالد مفوض لهجن الشحانية والمضمر جابر بن سالم بن فاران المري وشبل المضمرين أحد الشباب القادمين لهذا العالم الساحر. قدم أسماء مميزة مع شعار هجن الشحانية. هذا الشاب المميز جابر بن سالم بن فاران قدم أسماء رئيسية مع هذا الشعار الأدعم الكبير. ننتقل إلى المركز الثالث والرابع عند المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية على المركز الثالث والرابع، رقم 4 ورقم 3 ودامس ومسموح لهجن الشحانية مع المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الخامس، ننتقل إلى المركز الخامس. مرحبا أبو جابر، مرحبا أبو جابر سالم بن فران المري يقدم الفائز، يقدم الفائز هذا الاسم العملاق وهذه الماركة. أعتقد ماركة الفائز، أعتقد بأنها ماركة الفائز التابعي لإنتاج أم الزبار. هذا هو الفائز في رصيده الكثير والكثير من الأشواط الرئيسية، يعني مرشح بشارب، يعني مرشح هذا الاسم لنيل وانتزاع هذا الناموس الصباحي. ينتقل من المركز الخامس إلى المركز الرابع إلى المركز الثالث إلى المركز الثاني وفي طريقه إلى بوابة الناموس متمنين للجميع التوفيق. المركز السادس، المركز السادس والسابع والثامن هذه الأسماء التي تقدمها هذه الشعارات العائدة لأصحاب السمو الشيوخ والسعادة في هذا الشوط الرئيسي الأول الصباحي. نتمنى التوفيق على كل حال. بدأ الصراع، بدأ النزاع، بدأ الإقلاع. الشوط الرئيسي مع شعار الشحانية مع من؟ من المضمرين محمد بن خالد العطية، سالم بن فاران، جابر بن سالم بن فاران. من سينتزع ناموس هذا الشوط؟ من هو اللي بيحقق الناموس؟ الفائز بالمركز الأول، ماركة الفائز، ماركة الفائز المميزة. نعم بالفعل، بالفعل بن شعفول، هذا هو الفائز. وما أدراك ما الفائز؟ الفائز قدم الأسماء العملاقة في هذا العالم الساحر، إنتاج أم الزبار هناك، الفائز عند إنتاج أم الزبار. والفائز، ما أن نذكر الفائز إلا أن نتذكر الجزيرة الأسطورة الكبيرة، ونتذكر ارتياد، ونتذكر خود والأسماء العملاقة الكبيرة في هذا العالم الساحر. يقدمها هذا البعير، يقدمها هذا الفحل، الفائز. الله، إذا ها هو الفائز على المركز الأول، الفائز لهجن الشحانية مع سالم بن فاران المري. الكبير مع الكبير دائما، الذهبي مع الذهبي دائما على المركز الأول الشوط الأول الرئيسي. أعتقد بأن مع الفائز، برشح الفائز بوشارف، برشح الفائز اللي بالمركز الأول على الصدارة. يقدم شعار هجن الشحانية في هذا المسار. الموقع وين؟ عند لوحة كيلو ونصف الكيلو. المركز الثاني، المركز الثاني عديل لهجن الشحانية مع محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثالث مفوض لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران. المركز الرابع والخامس كلاهما لهجن الشحانية مع محمد بن خالد بن عبد الله العطية مع دامس ومسموح. مسموح قب يا الفايز، قب يا الفايز، قب. يبغي لي السماعة أبو جابر، يبغي لي السماعة. الله،
الله العطية يتسلل مجابر، العطية يتسلل مع عديل الفائز على المركز الثاني، وصل مفوض على المركز الثالث. الله، بالفعل هنا ينطلق عديل على المركز الأول، ترشيح مشارف على المركز الأول، عديل مفوض قادم بكل قوة، مفوض وعديل على المركز الأول، عديل الشحانية، عديل جود مورنينج لهذه المؤسسة العملاقة. مفوض قادم، مفوض على المركز الثاني، لكن عديل عصاته ببطانه، راق دوامنا، ما تحرك الالي. الله، محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم عديل بالمركز الأول، رصيده مليء بالإنجازات وتاريخ حافل مع هذا البطل، عديل. جود مورنينج يا أبو خالد، صباحك ناموس، تهنئات أولى نقدمها لهذه المؤسسة العملاقة هجن الشحانية على فوزي وانتزاع عديل ناموس الشوط الرئيسي الأول، فائزا ومحققا ومنتزعا هذا الناموس الصباحي مع هذه اللحظة. تهنينا لهجن الشحانية وللمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية المركز الثاني، مفوض لهجن الشحانية المركز الثالث، وبالهجن الشحانية والمركز الرابع رقم 4 مسموح لهجن الشحانية، والمركز الخامس نمبر 3 دامس لهجن الشحانية. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام، المراكز الخمسة الأولى الفائزة معنا مع هذا الصباح الجميل. شوطنا الرئيسي الأول يذهب مع عديل لهجن الشحانية مع المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية، تهانينا والناموس. والأشواط الرئيسية تذهب مع هذه المؤسسة العملاقة، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز عديل بالمركز الأول. قدم عديل محمد بن خالد بن عبد الله العطية، التوقيت الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية 12:49، 9 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز عديل بالمركز الأول، حصوله على الشوط الرئيسي الأول الصباحي مع هذه المؤسسة العملاقة، تهانينا والناموس. المركز الثاني طبعا تهنئة للمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثاني معنا مفوض الهجن الشحانية بقيادة المضمر جابر بن سالم بن فاران المري، التوقيت الزمني 12:52، 8 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثالث وبالهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران المري، التوقيت الزمني كما تتابعون على الهواء مباشرة 3 أجزاء من الثانية، 56 ثانية، 12 دقيقة، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز المستحق.